نيجي بقى للموضوع المهم بقى. ايه الموضوع المهم؟ حاجة اسمها انتر فيلان راوتينج. جميل جدا. انت دلوقتي جبت سويتشاتك وقطعتها الفيلانز وحطيت كل ديبارتمنت عندك في فيلان، عايز تربط بقى الديبارتمنتس ببعض. انت عايز لو حد في الاي تي عايز يكلم حد في الاتش ار يقدر يكلمه وهكذا، بس انت طالما قسمتهم في فيلانز يبقى انت عزلتهم عن بعض. اذا لابد ان يكون في النص ايه يربط ما بينهم، راوتر ده. فبنعمل ايه بقى؟ انت عندك اهو لو عندك سويتش وسويتش وسويتش، فهتجيب راوتر. بص الراوتر ده بيطلع منه كابل يوصل في السويتش الاولاني، وكابل يوصل في السويتش التاني، وكابل يوصل في السويتش التالت. وهنا في شوية اجهزة وشوية اجهزة وشوية اجهزة. طبعا لازم الند اللي هنا يبقى مختلف عن الند اللي هنا، مختلف عن الند اللي هي الند اللي هنا. تمام، يبقى كده السويتش ده مطلوب، الراوتر ده مطلوب منه يربط الاي تي والاتش ار والسيلز. ده لو انت شغال بالسيناريو القديم. لو انت بقى شغال بالفيلانز يبقى هو سويتش واحد، شوية بورتات شوية بورتات شوية بورتات. بص بقى هتجيب راوتر، بص تعمل ايه بقى، طلع كابل منه لأي فتحة تبع فيلان كام؟ 1. وكابل منه لأي فتحة تبع فيلان 2، وكابل منه لأي فتحة تبع فيلان 3. تمام كده؟ يبقى السيناريو ده اللي فوق ده هو السيناريو اللي تحت، بس الفرق ان هنا في سويتشات فيزيكالي وهنا احنا قطعنا الدنيا بايه؟ بفيلان. العمليه بيسموها ايه؟ انتر فيلان راوتنج. ازاي بقى تخلي الاجهزه اللي فيلان معينه تتكلم مع اجهزه فيلان ثانيه؟ وهو ده اللاب اللي احنا عايزين نعمله دلوقتي. ينفع واحده واحده. دي اول طريقه. في ثلاث طرق عشان نربط الفيلانز ببعض. في سؤال لحد دلوقتي؟ ده دلوقتي سويتش مقطعه لشويه فيلانز شويه فيلانز شويه فيلانز، فعايزين نربطهم ببعض بقى. لازم تعمل ايه؟ لازم تبقى الاجهزه اللي هنا في ند مختلف عن هنا، مختلف عن هنا. يعني لو انت اديت هنا مثلا 10 1 10 2 يبقى لازم هنا مثلا 20 1 20 2، هنا 30 1 30 2 مثلا يعني. او مثلا 1 9 2 8 1 1 هنا 2 1 3 1 وهكذا. وهتعمل ايه بقى؟ تجيب راوتر. كده لازم الراوتر يبقى على الاقل فيه كام فتحه؟ تلات فتحات. الراوتر ده اللي انا حطيته باي ديفولت فيه فتحتين بس، فعشان كده انا هزود له كارته. ادي الفتحه الايه؟ فتحه وفتحه، يبقى كده بقى فيه اربع فتحات. اعمل ايه بقى؟ محتاج تلات كابلات. طب لو انا كنت مقطع السويتش ده ل 10 فيلانز يبقى انا محتاج 10 كابلات، وده عيب هذا السيناريو. واحده واحده هنطور الدنيا ونقول اللي بيصير في الواقع العملي. طب المفترض بقى الفتحه الاولانيه توصل باي لينك تبع فيلان 1، الفتحه الثانيه توصل باي لينك تبع فيلان 2 مثلا 15، الفتحه الثالثه توصل باي لينك تبع فيلان 3 مثلا 22. وبعدين هاجي على الراوتر ده بقى اظبط له الكونفيجريشن بتاعته. المفترض الفتحة الأولانية دي هنا، معلش هضطر أشيل الكابلات تاني عشان أنا عايز أعرف رقم كل فتحة. بص أنا هوصل كابل من اف 0 على 0 لأي فتحة تبع فيلان 1، يبقى إذا أول واحد ده اللي هو اف 0 على 0 اللي هو واصل بفيلان 1، وكابل تاني من اف 0 على 1
لاي فتحه تبع فيلان 2، يبقى الثاني ده اف 0 على 1، و اي فتحه تبع فيلان 3 هنا اهو، يبقى اذا ده كده اف 1 على 0. في سؤال لحد دلوقتي؟ طب هاجي بقى على الراوتر ده اعمل له كونفيجريشن، كونفتي انيبل كونفتي، اقول له انترفيس، نخش على اول واحد اف 0 على 0 اللي هو واصل بفيلان 1، نو شوت داون، يعني انا عايز اشغلك. وبعدين اقول له اي بي ادرس كام؟ المفترض ادي للفتحه دي اي بي ادرس تبع انهي فيلان؟ فيلان 1 10، يعني مثلا هدي له 10 0 0 201. المفترض بقى 10 201 ده هيبقى الجيت واي ليها للناس اللي هنا، فاقول له 255 205. طبعا الكلام ده معتمد على ان انتوا فاكرين الحاجات اللي فاتت القديمه بتاعت الراوتنج، ها 0 0 0، فلو انتوا ناسيينها قولوا لي. انا كده شغلت الفتحه دي واديتها 10 201، ده ان شاء الله هيبقى الجيت واي للاجهزه دي. بصوا كده، المفترض الجيت واي للاجهزه دي 10 201. يبقى الناس دي تعرف تتكلم مع بعض زي الفل، بس لو عايزين يكلموا حد في شبكه مختلفه يبعتوا الكام؟ لا، ل 10 201. خش بقى على الفتحه اللي في النص، المفترض اديها كام؟ مثلا 20 201، وهدي مثلا الثالثه دي 30 201. فسريعا كده اهو اقول له انترفيس اف 0 على 1 بقى المره دي، نو شوت داون، و اي بي ادرس المفترض بقى المره دي 20 201. خش على اللي بعده، انترفيس اف 1 على 1 على 0، واقول له اي بي ادرس المره دي كام؟ 30 201. نسيت اعمل له بس نو شوت داون، اف 1 على 0 نو شوت داون. بس خلاص، دلوقتي الراوتر ده انت لو فتحت الجدول بتاعه وقلت له شو اي بي روت، هيقول لك انا عندي كام شبكه؟ انا اربط لك شبكه 10 و20 و30. تمام؟ فعلا بقى لو انت جيت من هنا دلوقتي قلت له انا عايز ابنج على حد بقى في فيلان 2 او في فيلان 3، هي رغم ان هما خلي بالك فيلان 1 و2 و3 كلهم واصلين في نفس السويتش، بس عشان الناس اللي هنا تكلم، الناس اللي هنا لازم تعدي على ايه؟ لازم تعدي على الراوتر، والا ايه فايده الايه؟ العزل ده. تمام كده؟ اقول له بينج مثلا على 20 001 انتر، المفترض البينج يشتغل والتي تي ال تطلع 127. 127 معناها ان انا عديت على راوتر واحد في السكه. فعلا البينج اشتغل والتي تي ال 127. عايز تبنج على حد في شبكه 30؟ اقول له 30 001 انتر، تمام كده. طيب الطريقه اللي انا شرحتها دي بيقولوا عليها التراديشنال ميثود، تراديشنال ميثود دي الطريقه التقليديه، ان انت تجيب راوتر يربط لك الفيلانز ببعض. طب لو انت عندك 10 20 فيلان يبقى محتاج راوتر فيه ايه؟ 20 بورت ولا حاجه، عايز تهدر قصاده من السويتش. وكل فتحه في السويتش في الراوتر ضايع قصادها فتحه في تمام كده. فعشان كده الطريقه دي مش هي اللي مستخدمه في الواقع العملي. اخترعوا طريقه ثانيه بعد كده برضه مش هي اللي مستخدمه في الواقع العملي. ايه الطريقه الثانيه؟ تعالى بقى نهد كل ده. لا راوتر برضه. الطريقه الثانيه اللي انا هشرحها دلوقتي دي فيها شغل شويه بقى، اسمها راوتر اون ا ستيك. راوتر اون ا ستيك انا افهمها دلوقتي لما نعملها. قال لك بص يا عم، احنا يكفينا ان احنا نجيب راوتر وكفايه علينا فتحه واحده بس، ويا ريت تبقى فتحه ايه بقى؟ تبقى جيجا. تمام؟ وهنا توصل في الفتحه الايه؟ الجيجا. تمام كده؟ طب
طبعا خلي بالك الراوتر اللي انا حاطه ده ما فيهوش فتحه جيجا، يعني في الواقع العملي بقى يبقى الفتحه بتاعته ايه؟ تبقى الفتحه بتاعته جيجا. وصلته هنا مثلا، والفتحه دي بدل ما هي كانت تبع فيلان معينه اخليها من نوع ايه؟ ترانك. يبقى انا محتاج دلوقتي ادخل على الفتحه دي واخليها من نوع ترانك. ده اللي انا هعمله دلوقتي. اقول له ايه بقى؟ هنا كونفيج انترفيس جي 0 على 1 سويتش بورت مود ترانك. خلي بالك بقى لو تفتكر البورت اللي من نوع ترانك بيعمل ايه؟ مش بيقعد يشجع اللي قدامه ويقول له انا عايزك انت كمان تشتغل ترانك؟ ده عن طريق بروتوكول ايه؟ الدي تي بي. الدي تي بي ده بقى موجود على سيسكو بس وعلى سويتشات بس. يعني لو ده قاعد يبعت كل شويه رسائل للراوتر يقول له بقول لك ايه ما تشتغل ترانك ما تشتغل ترانك، الراوتر مش هيفهم حاجه. فعشان كده انا محتاج على الفتحه دي اقول له ايه بقى؟ سويتش بورت نو ترانك نو فين؟ في امر ثواني كده افتكره. نو نيجوشيت فين هو فين هو فين هو اهو سويتش بورت نو نيجوشيت. يعني يا بورت خلاص بقى ما تتفاوتش معايا، سويتش بورت نو نيجوشيت. ساعتها كانك بتقول لي الفتحه دي اشتغل ترانك ومالكيش دعوه باللي قدامك. تمام. طب هنا بقى في عندنا مشكله بقى. احنا في السيناريو الاولاني احنا عندنا 3 فيلان، يبقى محتاجين كام فتحه في الراوتر المفترض؟ يعني 3 فتحات، وكل فتحه المفترض يبقى ليها ايه؟ يبقى ليها اي بي، وكل فتحه واسطه بفتحه في السويتش تبع فيلان معينه، صح كده؟ طب ازاي بقى هنشتغل على فتحه واحده؟ قال لك بسيطه، ايه رايك نيجي على الراوتر نقطع الفتحه اللي عنده لثلاث فتحات، هي فيزيكالي فتحه واحده. في بقى حاجه في الراوتر اسمها سب انترفيسز، ان انا اقدر اجي على نفس الفتحه اقطعها فيرشوالي لفتحات، وادي كل حته مع ان هي في الاخر انترفيس واحد، ادي كل حته اي بي وماسك. اذا احنا محتاجين نعمل ايه؟ بص بقى هعمل ايه. هو اصلا ده الفتحه اللي فيه اف 0 على 0، هي فتحه واحده. بص انا هعمل ايه بقى؟ هقطعها لاف 0 على 0 دوت 1، دي هتبقى اول فتحه. والاي بي بتاعها كام؟ 10 0 0 201. ماسك على كام؟ على 24. ادي اول حته، وهي هي نفس الفتحه هقطعها على 8. تمام. هي نفس الحته هعمل فيها ايه؟ ها اف 0 على 0 برضو، بس دوت كام؟ 2. 10 0 0 مش 10 بقى، تبقى 20 0 0 201 على 8. وهي نفس الحته اف 0 على 0 دوت 3، وتاخد كام؟ 30 0 0 201 201 على 8. تمام. اهو خلي بالك، يبقى وكأن الفتحه دي دلوقتي تخيل معايا كده ان هي بقت كام فتحه؟ ثلاث فتحات. سؤال، الداتا اللي جايه من هنا هتبقى تاجد ولا مش تاجد؟ تاجد. طب سؤال، هل الراوتر هيفهم يعني ايه تاجد؟ بنيجي على كل فتحه من الفتحات دي اقول لها خلي بالك انت شغاله بالدوت 1 ها كيو. يعني لازم اعرف كل فتحه من الحتت اللي انا قطعتها دي كنترول سي كنترول في كنترول في ان انت شغاله بالايه؟ بالدوت 1 كيو، شغاله بالدوت 1 كيو، عشان لما تجي له داتا من الفتحه دي تاجد فيلان 2 او فيلان 3 يفهمها. معاه؟ بس خلي بالك، مش احنا متفقين ان السويتش ده عنده النيتف فيلان بتبقى فيلان 1؟ يعني معنى كده ان الداتا اللي هتيجي مش مختومه الراوتر هيعتبرها تبع فيلان كام؟ واحد. فلازم اعرف الراوتر اقول له خلي بالك النيتف فيلان 1. تمام كده؟ نيتف 1. طب والمفترض الفتحه الثانيه دي تبقى تبع فيلان كام؟ فيلان 2. هنا فيلان 2
وده كده، والفتحه اللي فاضله دي تبقى تبع فيلان كام؟ هما فيزيكالي قدامك فتحه واحده، لكن فيرشوالي بقى بص اللي هيحصل، اعتبرهم ثلاث فتحات وكل واحده واصله بفيلان معينه، بس فيلان 1 تاجد مش تاجد نيتيف. بص بقى لو في حد هنا عايز يكلم حد هنا، الداتا هتطلع كده، الراجل ده هيطلعها منين؟ من فتحه ترانك. تروح لانهي فتحه؟ اف 0 على كام؟ على واحد، ومش هتبقى ها مختومه. الراوتر يقول لك انت عايز تكلم مين؟ عايز اكلم حد في شبكه 20، يقوم ناقلها من اف 0 على 0 دوت 1 لاف 0 على 0 دوت كام؟ بس هو مرجحها يختمها في فيلان كام؟ يبقى لما توصل للترانك هتبقى مختومه في فيلان كام؟ 2. يقوم الراجل ده باعتها للجهاز اللي انت عايز تكلمه في فيلان 2، ونفس الكلام لفيلان 3 وهكذا. يبقى احنا محتاجين على الراوتر ده نعمل هذه الكونفجريشن. تقيله شويه الكونفجريشن، بس الطريقه دي محدش بيستخدمها في الواقع العملي برضه. طب حد السيمتينيوس لو اتنين ببعض عادي، ايه المشكله؟ ايوه يعني هاندل الاثنين في وقت واحد. طيب ثواني ارص بس الرصه دي. امال فين اف 0 على 3؟ وانا فاضل فيلان 2 كده جنب الدرام. ايوه انت بقى سؤالك ايه؟ لو مثلا فيلان 1 وفيلان 2 الاثنين بيتبعتوا ده هيبعت كده وده هيبعت كده. اه على نفس الفيزيكال لينك اللي هي الواحده. ما خلي بالك هما في الاخر هنا، في الاخر هنا فتحه واحده فين؟ فتحه واحده في السويتش. صح كده؟ الفتحه دي بيبقى فيها بفر ميموري. ايوه تتحط في البفر، وباي ديفولت بيعمل حاجه اسمها فيفو، فيرست انبوت فيرست اوت، اللي جات له الاول يطلعها الاول. تمام؟ فيبدا يطلع واحده وبعد كده يطلع الثانيه. طيب انا بقى عايز اعمل الكونفيجريشن دي على الراوتر ده، ازاي اعملها؟ خلي بالك كل الكونفيجريشن هتعمل على انهي فتحه؟ اللي هي اف 0 على 0. ها بس هنقطعها من جوه، فتعالى كده نشوف مع بعض ايه اللي هيتم بالظبط. هقول له كونفيتي الاول انيبل كونفيتي انترفيس اف 0 على 0، لازم تيجي على الفتحه دي تقول له نو اي بي ادرس. اصل انت خلي بالك الفتحه نفسها ملهاش اي بي، لكن الاي بي هيبقى ليها للفتحات اللي تحتها اللي هي السب انترفيسز. واقول له ايه بقى؟ اقول له انترفيس اف 0 على 0 دوت 1. ده كده دخلني في سب حته من اف 0 على 0 مالها؟ اي بي ادرس 10.0.0.200. دي طريقة ممكن تستخدمها في الواقع العملي بس محدش بيستخدمها برضه. اه ايوه دي الطريقة الثالثة، بس احنا لازم نمهد للطريقة اللي هي هتستخدم في الآخر. واحدة واحدة كده. اصل الراوتر هيقبل الكلام ده عادي. اه عادي عادي، ما احنا هو بنطبق. اصلا هو ما كانش فيه اوبشن تاني غير ان هم يشتغلوا بالطريقة دي الأول. ايوه زمان ما كانش فيه اللاير 3 سويتش. فانت احنا لازم نعرف كل الحلول المتاحة. لكن عمليا هنشوف الحل بقى الثالث اللي بعد ده على طول. على نفس السويتش. على نفس السويتش. نفس السويتش، او هنجيب هنا لاير 3 سويتش بدل الراوتر. تمام؟ وهو ده اللي مستخدم في الاخر. مش انت عندك في كل مبنى سويتشات؟ وبعدين متجمعين في الاخر في سويتش. او السويتش ده بقى على الكور ده. ما هو الكور ده شغال راوتر. شغال لاير 3. تمام؟ اللي هو بقى يعادل هنا ده. تمام؟ طيب 255.0.0.0 ادي كده ايه؟ ادي كده اول فتحه. بس خلي بالك لما جيت ادي الحته دي اي بي قال لي لا لازم الاول ايه؟ لازم تحدد لي بقى الدوت اللي هو تبع انهي فيلان قبل ما تدي له ايه؟ قبل ما تدي له اي بي. فاقول له ايه بقى؟ بص انكابسيوليشن دوت 1 كيو، بس في امر كده هقول له ايه؟ ان هو تبع فيلان كام؟ 1. واقول له بس خلي بالك فيلان 1 دي ها نيتف. يبقى انا بقول له كده الحته الاولانيه تبع فيلان 1 بس فيلان 1 دي ها وشغال لي ايه؟ الدوت 1 كيو. ساعتها بقى لما اديله الاي بي يقبله. ادي كده اول حته. الحته اللي بعدها 0 على 2
اي بي ادرس. الاول اقول له انكابسوليشن، المره دي بقى مش هكتب له نيتف. ها اثنين، واقول له الاي بي ادرس 20. الحته اللي بعدها انكابسوليشن دوت 1 كيو، بس الاول اخش في الحته اللي بعدها 3. المره دي ده كده 30. بص بقى، انا يكفيني كونفيتي ان انا اخش جوه انترفيس اف 0 على 0 نفسه واقول له نو شوت داون، يقوم جاي هو اوتوماتيك مشغل ايه كل الحتت اللي تحت. طب لو عايز تقفل الحتت كلها يبقى تيجي على الانترفيس نفسه تقول له شوت داون، بص كده الدنيا اشتغلت. وفعلا كده وكأن الراوتر ده، بص كده لو انا قلت له شو اي بي روت يعني وريني الجدول بتاعك اهو، هيقول لك انا عندي شبكة 10 و20 و30. بس بص كلهم على اف 0 على 0، بس اف 0 على 0 دوت 1 دوت 2 دوت 3. طب لو قلت له شو ران وريني بقى كده عشان اتاكد بس ان شغلي صح اهو، الاولاني ده تبع فيلان 1 بس دي النيتف، ده تبع فيلان 2 ده تبع فيلان 3. تعالى بقى دلوقتي نجرب. انا اللاب ده انا عامله هنا اهو، فين راوتر اون ستيك. هما ليه بقى مسمينه راوتر اون ستيك؟ عشان ستيك يعني عصايه، ان هو تحسه انه طالع كده شبه العصايه اهو، وبيربط لك بقى دول كلهم ببعض اهو. نفس الكونفجريشن هي 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 انا عاملها هنا، ودي حتى واصل على جيجا، الدنيا شغاله زي الفل. طب تعالى كده نقول له هنا انيبل شو ران، شو ران اي نفس نيتف نفس الكونفجريشن 2 3، مفيش اي حاجه زياده. طيب تعالى كده نجرب لو اشتغل هنا تمام. والله انا عايز ابنج على 20001. اه البنج شغال زي الفل، واضح ان في حاجه هناك هتدوخنا وراه. طيب ابنج على الراوتر نفسه 10001، الدنيا شغاله. بص بقى لو جيت راقبت الداتا بقى، لو جيت راقبت البنج مثلا من 10 ل 20، الداتا هتطلع كده، الراجل ده يبعتها في الترانك عشان توصل للراوتر، الراوتر يعمل راوتنج وينقلها من الفتحه دي للفتحه دي، من فيلان 1 لفيلان 2، وترجع تاني ساعتها الراجل ده يبعتها لك ليها لفيلان 2، وهي راجعه نفس الايه؟ نفس الكلام. عيب الطريقه دي، صحيح الطريقه هتوفر لنا في اللينكات وهتوفر لنا في البورتات، بس عيبها ان لو اللينكه دي وقعت كده خلاص الكونكتيفيتي وقعت ما بين الايه؟ ما بين الفيلانز كلها. الحل الثالث بقى ايه؟ وهو ده اللي بيصير في الواقع العملي. الحل الثالث ان احنا نجيب جهاز يشتغل سويتش بيسموه مالتي لاير سويتش. ده يقدر، هو الظهر ما اذنش؟ طيب هنجيب لاير 3 سويتش، وده ميزته ايه بقى؟ ان هو يقدر يشتغل راوتر كده، كان عندك راوتر، راوتر في كام فتحه؟ في 24 فتحه. ساعتها بقى لو انت مكانت عندك 20 فيلان تقدر تربطهم ببعض ولا ما تقدرش تربط؟ فممكن تطلع هنا 20 كيبل، بس برضه مش هي دي يعني الطريقه اللي بتظهر في الواقع العملي. فعلا بتجيب لاير 3 سويتش، بس في طريقتين لاستخدام اللاير 3 سويتش، او في ثلاث طرق. هنشوف طريقه طريقه لحد ما نوصل للطريقه اللي ايه؟ اللي بتصنع في الاخر عام. بس نصلي ونيجي ان شاء الله.